FM. الكلمة ليك. والله بعيد، انا قصر ضيافه كنت ادخل له وقت اللي كانت فما الدوله، توا ما عادش ندخل له، تعرف انت فما مخط خاطر وفما علاقات شخصيه، ما يحبونيش الناس هذم، فهمتني؟ تعرف فما جانب الانفعالي. انا على ذمه تونس، انا على ذمه الشعب التونسي، مش على ذمه ترى هو بعض الاطراف في السلطه والا لكن ساندوهم مصلحه تونس. ما تعرف نحن وطنيين كنا ولا نزال وسنبقى. الكلمة ليك.